أخبار اليوم. فنانة داليا مصطفى، بنرحب بيكي في بوابة أخبار اليوم، وبنقول لك أنت فين من السينما؟ بص، أنا ما عنديش فرق ما بين السينما والفيديو والكلام ده. ممكن تقوله كان زمان، يعني تقوله في التسعينات في الثمانينات ماشي. دلوقتي نجوم السينما نزلوا يعملوا فيديو، وبالعكس الفيديو أقوى بكتير دلوقتي. أفلام السينما ما بقتش، نادرا لما تلاقي فيلم قوي يتعدوا على صوابع الإيد الواحدة. ثلاث أرباع الأفلام عندنا أفلام أولاد تقعد في السينما أسبوع. فأنا مش حابة ده، أنا حابة أن أنا أعمل طريق كويس مع الناس في دراما تلفزيونية محترمة يعني. وبالنسبة للدراما التلفزيونية، هنشوفك السنة دي في رمضان؟ لا، مش في رمضان للأسف، هتشوفوني بعد رمضان في الكبريت الأحمر. هو كان مقرر له ينزل في رمضان بس حصلت ظروف، وهننزل إن شاء الله بعد رمضان. تلعبي فيه دور إيه؟ جيرمين، شخصية مركبة وسايكو، ليها علاقات كبيرة بالرجالة، مجنونة، ليها أكتر من شخصية، شخصية جميلة يعني أنا حباها أوي. دور مجنونة وشخصية مركبة، ده كان صعب عليكي في التصوير، وكان حضرتي له إزاي؟ لا، هو صعب جدا، مش في التصوير بس، في التحضير، لأني ساعات المشهد بيبقى في أكتر من شخصية. الجرمين شخصية هادية وكول ورقيقة، شخصية أجريسيف، شخصية مجنونة، في مليون شخصية يعني. النهاردة احنا في سهل حشيش عشان نينجا وارير، عايزين نعرف ايه انطباعك عن الايفنت وعن سهل حشيش عموما. سهل حشيش من اجمل المناطق الموجودة في مصر، اجمل بحر حقيقي. انا شايفة انه اجمل بحر في العالم حقيقي هو البحر الاحمر. مية صافية وفيروزي، الاوتيلات هنا اكتر من رائعة، الاماكن نفسها سافتي جدا، ما فيش فيه اي قلق. انا سعيدة ان البرنامج ده بيتصور عندنا في مصر بالذات، ان هو برنامج عالمي، يكونوا ما يصوروه في الوطن العربي ويختاروا مصر، فده ان دل فيدل ان هو ان الاونر وان عايز يقول ان مصر امان، وده تحية كبيرة قوي ليهم لانهم عرب زينا. وان شاء الله يا رب يكسر الدنيا البرنامج ده.